انتوا الاثنين تعزفوا كمان اول مره هي بعرفها تصوروا سوري كلكم تعزفوا هم الثمانيه بيعزفوا كمان جامد جدا والله كلهم بيعزفوا كمان جامد جدا وكلها انتوا اجمد اثنين بس انتوا اجمد اثنين بالثمانيه انا نفسي كنت ما اعرف عود جبت عود وحاولت يعني سمعت كذا حدا بيقول مع نفسي ما زبط معي شوي بس عشان عبد الوهاب يعني عشان كان عبد الوهاب كتير بيقعد يغني على عود وكده فكنت فهو انا وحالي بتحسها انا كتير بحبها والله البني ادم مننا انطوائي طبعا بس هنعمل ايه نعدي عليك السبت يعني عادي هيك كان تيجي تلعب معايا تعزف معايا حاجة وعازف على الجيتار الله الله انا اول مره في حياتي عازف جيتار بقى دلوقتي في حياتي والله طب شو بدك تعزف يلا حنغني معك كده حتى كده طب قرب ال كده كنت بعزفها كده مع نادر كده ودي بس شويه كده ايه كده ايه ليالي بقى 7000 كده بعيد طب تعال فاهم السلك السلك انا بتاعنا كنا بنقولها دي كده هيقولوا فيها حاجات حلوه هو الجيتار شغال كده هاي بس من غير اقول حاجه شغال لا بس الصوت مو طالع ليه بتعمل اشياء اكثر من هيك لسه انا ما عرفت وخصوصي انه الشيب طلع طبعا الناس اللي بتتفرج عليه بيقولوا اي حد ممكن يعزف جيتار هو ده الجيتار سهل تصور انا كنت هيك مفكره انه شو كله يعني اللي هو العاديه بقى ما يعرفش ان هو بتاع مزيكا وبتاع ممكن يعزف كل الحاجات Oh,
كتبتك غنوة على بابي رسمتك وردة في كتابي كتبتك غنوة على بابي رسمتك وردة في كتابي لا عايز أصحاب ولا أحباب عيونك كل أحبابي رسمتك غنوة على بابي كتبتك وردة في كتابي رسمتك وعلى بابي كتبتك وردة في كتابي لا عايز أصحاب ولا أحباب عيونك كل أحبابي Oh,
قلبي بيرتاح لك مشتاق نفسه يلمع احلك لو يوم عندي على بابه من غير احلك وقلبي بيرتاح لك مشتاق نفسه يلمع احلك لو يوم دقيت على بابه من غير ما اشرح لك قلبي هيفتح لك تبقى له كل احبابه لكن بشروط لو تعشق موت وتغيب على قلبي يا مجنون